اهل المغرب دعسوا على 7 صراصير في مستردام، يعني وقف وقف يعني اهل المغرب يعني في... خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده مع محمد السبعي، حلقه صباح اليوم 9/11/2024. السميه ديال المغرب طلعت البارح طوندونس عند مجموعه من المغردين والمؤثرين العرب. ارتبط اسم المغاربة بالنخوة بالشرف بالعزة والكرامة. نتفق نختلف مع ما كان من احداث في امستردام، ولكن اسم المغرب دون البرح باقلام وبمداد من ذهب لدى المؤثرين العرب. هاد الحويجات ما عجبتش الهكاويين اللي بداو كيتكلموا وكيقول لك لا هادوك ماشي مغاربة، هادوك ريافة، هادوك. المهم، ولأن هذا الأمر يؤلمهم، درنا لكم واحد التجميعة ديال مجموعة من الفيديوهات من مؤثرين عرب من العراق، من سوريا، من مصر، من فلسطين، من مجموعة من الدول يحتفون باسم المغرب. غادي نشوفوا هذه الأمور كلها في هذه الحلقة، ولكن بعد يعني في الشق الأخير من الحلقة. وغادي نتكلموا اليوم عن الهجوم الكبير بأحقر النعوت، فيه سب وشتم للمغاربة اللي شاركوا في المسيرة الخضراء. من طرف من؟ واش يوتيوبر بائس في الجزائر؟ لا. واش من مصطفى بونيف؟ لا، بل من التلفزيون العمومي الجزائري. والتزوير وما قدوا يجيبوا ولو فيديو واحد ولو صورة واحدة من المسيرة الخضراء. غادي نرد عليهم في هذه الحلقة. السيد ناصر أبو ريطة يحذر ويكشف عن أمر خطير جدا جدا جدا، وهو أن الجزائر وصلت إلى مرحلة اليأس وتحاول أن تجر المغرب إلى حرب. غادي نتكلم على هذه الأمور كلها في هذه الحلقة ومواضيع أخرى، بغيناكم تتبعوها معنا من لو حتى الآخر على بركة الله. مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة، شكرا جزيلا لكم لاختيار قناة محمد السباحي، شكرا للدعم ديالكم الكبير لنا واللي بغيناه يبقى دائما مستمر. هذا الفيديو اللي البارح دار واحد تريند عندنا هنا في المغرب، ديال واحد المجرم داس آخرا بالسيارة ديالو بدون رحمة ولا شفقة. هاد التصرفات المشينة أبطالها يا إخواننا الكرام جزائريون. المصالح الأملية قبضت على 6 ديال الناس ما بين ماليين وجزائريين متورطين في هذه الأحداث الدامية، ومعهم فقط واحد مغربي. راه باش كنقول لكم بأن بنو كرغل كيجيو إلى المغرب، ديك الفوضى اللي عندهم اللي بغاو يجيو يديروها حتى في المغرب، كنقولوا لهم لا ثم لا. وكذلك لدينا لكم واحد الفيديو، هذا اللي كتشاهدوه معنا الآن، بلد الأمن والأمان، بلد الحضارة المغربية. هذا المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة دخل المغرب آمنا مطمئنا يشارك في واحد البطولة إقصائية مؤدية إلى كأس إفريقيا. البارح وقت صلاة الجمعة مشاو إلى مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء ليكتشفوا الحضارة وفخامة المكان. هذا المنتخب اللي جاء المغرب ما سمع به تشي واحد. علاش ما سمع به تشي واحد؟ لأنهم دخلوا إلى المطار وداروا الإجراءات الإدارية والأمنية ديالهم عادية جدا، ما تحرش بهم حد في المطار، ما يعني كانت مضايقات لهم في المطار، ما قلبنا اليوم البالز ديالهم نشوفوا لهم واش كاين الخريطه ولا ما كاين الخريطه، ما حبسناهم، ما حتى شي حاجه. دخلوا كايها الناس. اليوم اصبح اي مغربي كيبغي يدخل الى الجزائر يعني بمجرد ما يحط رجليه في المطار يصبح مجرما الى ان يثبت العكس، ماشي بريئا الى ان يثبت تثبت ادانته، لا، يوكو غير كيحط رجليه مغربي، عندك باسبور مغربي، جنسيه مغربيه، مهما كنتي لاعب كرة القدم، حرفي بسيط، سائح، أي حاجة، فأنت مدان حتى تثبت براءتك، خدام ولاد الحرام غير بالعكس. ونخليكم الإخوان الكرام مع الهكاويون، العالم الآخر الموازي
كما قال جلالة الملك وهو الخطاب الذي أشفى الغليل، الخطاب الذي انتظرته شخصيا لسنوات، والنبرة التي انتظرتها من صاحب الجلالة لسنوات. هذا واحد حي من أحياء أحد المدن الجزائرية. تصوروا معي بأن الماء مقطوع عندهم بالأسابيع. شوف معنا الفيديو لنرى معا العالم الآخر الموازي كيفاش داير. المشاهد اللي كتشاهدوا معنا إخواننا الكرام، هذه من سوغر تيارت، واحد المكان تيارت، مواطن مسكين كما كتشوفوا معنا طالع إلى فوق العمارة يهدد بالانتحار واحتجاجات ديال الساكنة ديال العمارة، لأن الماء 13 يوم ما جاهمش، 13 يوم، ودخلت الشرطة وكانت إغماءات كما كيقول لنا صاحب الفيديو في صفوف المتظاهرين، وكيجي واحد المبردع كيقول لك نحن قوة ضاربة. أش من قوة ضاربة وأنتم أصبحتم تتملقون إلى الدول. شوفوا معايا، الجزائر تدعي عبر إعلامها الرسمي والغير رسمي بأنها ما قطعتش التجارة مع فرنسا، بأنه فقط واحد التدوينة ديال سفير فرنسي سابق هي اللي دارت البلبلة. تصور معي تدوينة ديال شخص، دابا هذا السيد، هذا السفير السابق، راه ما عنده حتى شي صفة دبلوماسية، ما عنده حتى شي مسؤولية حكومية أو رسمية لتخول للدولة الجزائرية بوزير أولها ووزارة تجارتها ووزارة خارجيتها أنهم يردوا عليه. دار واحد التدوينة فيها واحد 5 ولا 6 ديال الأسطر، قال لهم الجزائر ستعلق، بدأت تعلق تجارتها مع فرنسا، وبنى هذا الخبر ديالو على واحد الوثيقة صدرتها جمعية بنكية أو مهنية في الجزائر كتقول بأنها قد منعت توطين الأموال ولا شي حاجة بحال هكاك، يعني بمعنى آخر الفلوس ديال التجارة ديال التجار ما كتصيفش لفرنسا ولن تستقبل من فرنسا. بمعنى التاجر من اللي كتحبس عليه الفلوس راه حبستي عليه المعاملة التجارية أوتوماتيكيا. هاد التدوينة ديال السفير السابق دارت بلبلة في الجزائر. تصور أن الوزير الأول في الجزائر يرد على تدوينة، راه قلنا لكم بأن السوشيال ميديا دايرة لهم القلق، بأن المغردين واليوتيوبر والفيسبوكيين وكلهم دايرين القلق، دولة على قدها كترد على المغردين. هذا راه مغرد في تويتر، راه ماشي سفير الآن، ما عنده التصفة، مغرد في تويتر. دولة الجزائر بالهيلمان ديالها وبالعظمة ديالها كما تدعي تعرض على سفير سابق على تغريدة فقط، على تغريدة. وحنا راه سبق رد علينا عبد المجيد كذبون غير ما مرة في وسائل إعلامه وفي التلفزيون وفي حواراته وكذا. بمعنى آخر الدولة يعني أهون من ريشي حمامة، دولة رهيفة مسكينة. سنستمر معكم إخواننا الكرام في بث هذه الحلقة، وعدنا لكم فيها شي مواضيع مطنطنا ديال بالصح، ولكن إذا صبرتم معنا شي شوية إخواننا الكرام بعد هذا الفاصل سنقتسم معكم الأرباح، يعني هذاك الشيء اللي غادي نربحوا في هذا الخير غادي نقسموه حنا وياكم. 700 زبون من الزبائن اللي غادي تقدوا باقة من هذه الباقات غادي يشاركوا اوتوماتيكيا في واحد القرعة، قرعة عمرة إلى حدود أكتوبر 2024 ربحوا معنا 2 ديال الزبناء، والرقم مازال متوسط. ولكن بغيتي تعرف كل باقة اشنو فيها باش تقدها. المهم نبداو لكم بالباقة 3. باقة عمرة 3 كتكون من كيلو من عسل النافع، كيلو عسل السير، كيلو عسل الخروب، والثمن غير ب 500 ديال الدرهم. باقة عمرة 4 كتكون من كيلو عسل البرتقال، نص كيلو عسل الفرنان، نص كيلو عسل النافع، 250 غرام من خلطة البلاد، 500 غرام املو بزريعة اليقطين والعسل الحر وزيت السمسم، 250 مليلتر من زيت الأرقان. وهاد الثمن ديال هاد الباقة كيبقى ب 620 ديال الدرهم. وإلا خديتي باقة من هاد الباقات الأربع غتاخذ واحد الكادو مجاني، إما زعفران حر من منطقة التلوين أو المورينغا. إيواش كتسنى؟ حاول أنك تطلب بسرعة طلبية من طلبيات الأربعة، ربما تكون من الفائزين أو المحظوظين في هذه المسابقة. غادي ننقلوا لك الطلبية ديال في مكنتي في المغرب وحتى في بعض المدن الأوروبية فقط وسط باش نزوروا المرة الثانية بالواسطة ديالكم اللي كنتم الوسيلة
لأنه اللي اشتريت من عندكم العسل ربحت معاه في القرعة. أنا أول واحد ربح معاه في القرعة من الدار البيضاء، وهذه أنت كنتي وسيلة. أما الله تبارك وتعالى كتب لي الله باش نزور هذا المقام على بواسطتكم، وكانت القرعة عادلة. أنا الآن في بيت الله الحرام أشهد هذه الشهادة لك، وكنشكرك بزاف، وكنشكر الطاقم اللي معاك، وكنشكر بلاد ماتير العاملين فيها، كنشكرهم بزاف لأنه كانوا هم السبب لي باش نزور مكة المكرمة لتأدية عمرك. خذنا تحية مجددة، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى لاختيار قناة محمد السبعي. كما سبق قلنا قبل أيام بأن كاينين جوج ديال الدول كبيرة وعندها قيمة هنا في إفريقيا ستسحب اعترافها بالبوليساريو. كما عرفنا هذه واحد الأيام قليلة اللي داز الإكواتور لأحيى أحد الدول التاريخية اللي كان داعمة للبوليساريو في أمريكا الجنوبية، سحبت أو جمدت اعترافها بالبوليساريو، وجرات على البعثة ما سمي بالبعثة الدبلوماسية أو السفارة ديال البوليساريو في الإكواتور. قالوا لهم هزوا القشاوش ديالكم وعطونا اتساع. هذا الأخبار اللي قلنا لكم ديال أن جوج دول هذه المرة يؤكدها أحد أكبر الصحفيين الاستقصائيين في الجزائر أمير ديزاد. أمير ديزاد اللي عنده مصادر ديالو من داخل الدولة الجزائرية، لأنهم كيوصلوا ملفات قدها قداش، ومحكوم اليوم بمجموع أحكام تقريبا شي 900 عام، شي 900 عام اللي عليه ديال الأحكام اللي حاكمين عليه المحاكم ديال الجزائر. كل مرة كيجيبوا ليه شي قضية وكيقولوا ليه تم الحكم ب 20 سنة، ب 30 سنة، ب 40 سنة، دابا تقريبا عليه واحد 900 عام. المهم يقول: تفيد مصادرنا الخاصة من الغرفة السوداء أن المخابرات الخارجية الجزائرية تنقل إلى الرئاسة، يعني إلى عبد المجيد كدبون، تقرير بخصوص دولة نتحفظ عن ذكرها حاليا. أمير ديزاد عارفها كيقول لك ولكن أتحفظ على الذكر ديالها، أنها تنوي سحب اعترافها بالبوليساريو في الأيام القادمة، مما أدى إلى حالة طوارئ أخرى عند العصابات. فلوس البن كلاهم زعطوط ولا ما عرفتش يقولوا ليها، يعني ديك 500 مليار ديال الدولار اللي صرفته مشات هباء منثورة. فكم سيدفع نظام العصابات من أموال الشعب الجزائري ومشاريع لتلك الدولة مقابل تراجعها عن سحب الاعتراف؟ أمير ديزاد الصحافة الاستقصائية كذا كذا. المهم بيني وبينكم، من هي هذه الدولة؟ جميع المؤشرات تؤكد أنها إثيوبيا. كل شيء كيقول إثيوبيا. كان واحد تعاون عسكري واقتصادي مهم جدا هذه الأيام بين المغرب وإثيوبيا، كيقولوا المصادر ومجموعة من المحللين المغاربة يجمعون على أنها إثيوبيا. أنا كنضيفكم تنيجيريا، كنقول حتى نيجيريا اليوم هي أكثر دولة مطالبة بسحب اعترافها بالبوليساريو. علاش؟ في من أجل يعني خط الأنبوب الأطلسي الإفريقي، هذاك خط الأنبوب اللي دايز من الغرب الإفريقي، مجموعة من الدول اللي كلها تعترف بمغربية الصحراء، وجلها فاتحة قنصلية في الصحراء المغربية. كاينين جوج ديال الدول اللي مر عليهم الأنبوب اللي معترفين بالبوليساريو، شكون هما؟ موريتانيا اللي ما تقدرش اليوم أنها تسحب الاعتراف ديالها لأنها بقى دولة يلا كتقوى، والجزائر بقى شدها من هنا. موريتانيا قدروا نفهموها، وبارك علينا غير ديك الشمس العشية اللي دار الرئيس الموريتاني لهذاك إبراهيم بن بطوش، بارك علينا. ولكن دولة أخرى ما مسوقاش الجزائر، ما مديهاش الجزائر، بل الجزائر هي التي تتوسعها اليوم. شكون هي؟ اللي هي نيجيريا. نيجيريا راه هذه واحد 10 ديال السنوات ولا 15 سنة راه كانت من الدول التي تدافع عن البوليساريو في إفريقيا بحال الجزائر وبحال جنوب إفريقيا. كانت نيجيريا حتى هي عندها واحد الدعم إلى البوليساريو، دابا ما عندهاش الدعم، لا تدعم البوليساريو نهائيا، لا من خلال المواقف في الاتحاد الإفريقي أو لا شيء، فقط اعتراف باقي من سنوات هذه. أنا أشك حتى في نيجيريا
ستسحب اعترافها بالبوليساريو في قادم الأيام. وندخلوا معكم إخواننا الكرام إلى التقرير الفضيحة من التلفزيون الجزائري. تلفزيون الجزائري راه ما كنقول تلفزيون الجزائري، ما كنقولش لك يوتيوبر. حنا اليوتيوبر المغاربة والله العظيم نقول لك 99.99% ما عندناش يوتيوبر كيقلل الحياء الجزائري، ما عندناش شي واحد كيسب ويشتم. حنا راه فاش كنجبدوا لهم المصارم ديالهم كنجبدوا الحقيقه، راه لا 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 نفتري عليهم. دابا فبعد ما مصطفى بونيش جا سب وعاير وشتم ودار اللي بيدير وما صور حتى شي حاجه، عيا من بعد بن سديره، عيا من بعد ديك المسمى صوفيا باللمان، عيات. دابا شكون ولا عبد المجيد كدبون براسو كيسب ويشتم في المغرب عبر التلفزيون الجزائري، لان التلفزيون الجزائري هو صوت الدولة الجزائرية. بحال حنا كنقولوا القناة الأولى الربع ودوزين وزيد على حتى ميدي ان، هادوك دابا ولاو قنوات رسمية مغربية. هاد القناة الرسمية درت واحد التقرير عن المسيرة الخضراء، إوا أجيو تشوفوا معايا الفضائع ديالو. السادس نوفمبر 1975 في مثل هذا التاريخ حبكت المؤامرة ضد الصحراء الغربية بمسرحية هزلية نصها أكذوبة وأكبر خديعة في التاريخ. جمع لها الحسن الثاني أنذاك كل المرتزقة والجياع، ما إن علم بوشك رحيل الاستعمار الإسباني تحت ضربات البوليساريو ليجتاح الأراضي الصحراوية الجريحة بقوافل من الجياع والحفاة والعملاء وبقايا الاستعمار الفرنسي في طوابير قوامها 350 ألف شخص أمعنوا في ذبح الصحراويين وتشريدهم وإتلاف مواردهم وقتل مواشيهم. واخا وصفت الآباء ديالنا بالجياع وبالمرتزقة وبطوابير 350 ألف وكذا وكذا وكذا، هذه اللغة ليست غريبة عنكم. ومن يلتجئ إلى السب والشتم والضعيف، راه ملي ما كتكونش عندك الحجة باش ترد على الفكرة وعلى الحقيقة التاريخية بحقيقة تاريخية تلجأ إلى السب والشتم. احنا عرفنا بأن السب والشتم هي لغة الضعيف، هي لغة شي واحد ما قادش أنه يواجهك بالفكرة. أرى لي التصوير كيفاش داير، جايب لنا بعض العربات الحربية ديال البوليساريو اللي هي جديدة على أرض الجزائرية في الجزائر، راه إما بابا ومرا ما يقدروش يدخلوا الأراضي المحررة المغربية، وكيصورها في هذا الروبورتاج على أنها في الصحراء. جايبين لنا قوة ديال الدخان ليقولوا لنا بأنه كاين هناك حرب في الصحراء آنذاك، ما كانت حتى شي حرب. جبتوا لنا ملي نتوما دايرين تقرير على المسيرة الخضراء، لماذا لم تكن لكم الجرأة أنكم تجيبوا صورة من صور المسيرة الخضراء، المسيرة السلمية، مسيرة فيها الإعلام المغربية وفيها الرايات وفيها القرآن الكريم والناس في حضارة وتحضر وفي أمور سلمية غاديين. جايب لنا الصور ديالاش ديال إكديميزيك ديال 2010 ديال مخيمات كانت دارت في الأول مطالب واجتماعية 100% قبل ما تجي تركب عليها البوليساريو وتزرع العملاء ديالها داخل هذه المخيمات. وحينما استجابت السلطات للمطالب الاجتماعية للمحتجين، المحتجين خواء الخيمات ديالهم، ولكن أصحاب البوليساريو بقوا آنذاك في تلك الخيام وكلاو باباهم، راهما من فيهم في السجون ومن فيهم اللي خدا ما يستحق آنذاك. علاش كتزوروا الحقائق؟ علاش ما قدرتوش تجيبوا صورة واحدة من صور المسيرة الخضراء وباركين هنا فقط على الكذب ونشر التضليل للناس؟ إذا ضعيف كيبقى دائما ضعيف. وندخل معكم إلى الخبر ديال السيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اللي يعني دار واحد التقرير يوم أمس قدمه للجنة الخارجية في مجلس النواب بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة ديالو، وتكلم على حرب، تكلم على حرب، تكلم على أن الجزائر اليوم تجر المنطقة إلى حرب. راه ملي كيكون واحد شعلة فيه العافية، راه ملي كيكون شي واحد كيفون دي كيغرق، راه ضروري كيبغي يجر معاه شي واحد يغرقو معاه، كيبغي يشعل العافية حتى في الآخر، كيقول لك اللهم تشعل فينا بجوج ولا تشعل فيها بوحدي.
وهذا ما وثقه الخطاب الملكي ملي قال لهم راك عندكم مشاكل داخليه عندكم، يعني العافيه شاعله عندكم الداخل وبغيتوا تجيو تصرفوها في المغرب وفي الصحراء المغربيه. وهذا ما تحدث عنه السيد ناصر بوريطة اللي قال لهم الجزائر اليوم فقدت الامل في كل شيء وبغات الحرب، والمغرب راه ما بغاش الحرب، ماشي حيت خايفين منهم الاخواننا الكرام، لا، هما عارفين بابهم غادي ياكلوا عزاهم، ولكن غادي ياكلوا العزاء. المغرب راه ما غاديش، شوف المغرب راه الا دخلنا الحرب راه ماشي غادي نستعمروا الجزائر، راه ماشي غادي نشدوا عبد المجيد كدبون ندخلوه للحبس، لا عبد المجيد كدبون غادي يبقى هو عبد المجيد كدبون في قصر المراديه الحشم والخدم وكل شيء، واش نقريحه غادي يبقى بلاصتو، شكون اللي غادي يدخلها؟ الشعب الجزائري وحتى حنا، لان في الحرب لا يوجد هناك منتصر، دائما في الحرب هناك من يخسر، غير الفرق بيننا وبين دولة الجزائر هو أن الجزائر ما عندهمش المشكل أنهم يشعلوا العوافي في الشعب ديالهم ويتضرر الشعب ديالهم، حنا لا عندنا حكومة ما بغاتش أو حكام، ما كنقولش الحكومة، عندنا جلالة الملك لا كيقول لك أنا ما بغيتش الحرب، ما بغيتش العافية تشعل في الشعب ديالي لا في الشعب الجزائري. اليوم هذا ما يتكلم عنه السيد ناصر بوريطة. أمر آخر تكلم عنه هو أنه في سابقة عالمية، أنه الآن كاين 39 صراع مسلح في العالم، وكاين 200 جماعة إرهابية مسلحة في العالم، كيقول لك هذا الرقم ما عمر العالم ما وصل ليه حتى في الحرب الباردة. كيقول السيد ناصر بوريطة كذلك في هذا التقرير ديالو في هذا العرض اللي قدم، بأن اليوم السباق نحو التسلح وصل إلى القمة ديالو، اليوم كاين إشكالية ديال السلاح، كاينين دول بغات تشري السلاح وما كاينش منين تشري السلاح، ما كاينش اللي يبيع، يعني الطلب أكثر من العرض. وقال لهم الدول اليوم المحصنة هي التي تصنع سلاحها، وهذا الشيء اللي خلى المغرب اليوم يتوجه إلى صناعة السلاح في المغرب. نعم ولينا كان الأمن ديالنا من حيث العسكر والسلاح والعتاد ولينا كنوفروه لينا، ولينا حنا غادي نصدروا السلاح إلى الدول الأخرى. خدنا وصلنا معكم نهاية الحلقة، وكما وعدناكم غادي نخليكم مع فيديوهات ديال مجموعة من المؤثرين العرب يتكلمون بفخر عن المغرب. المغرب هذا الشيء اللي داروا البعض في هولندا يتسوقه الإعلام الجزائري على أنه مريافة وليس مغاربة، واليوم اسم المغرب ارتبط عند مجموعة من المغردين بالعزة والكرامة والنيف، وهذا الشيء ما بغاوش الجزائريين، ما بغاوش اسم المغرب يرتبط بهذه القيم النبيلة، بغاو دائما بالذل والخنوع. شوف الموقف ديالي أنا لا أشجع على العنف، وهذاك الشيء اللي جرى في هولندا كون غير تفاديناه، ولكن ملي دار وعطى هذا التسويق الزوين لصورة المغرب مزيان، هذه الصورة الجميلة التي سوق بها اسم المغرب لدى بعض العرب، وهذا يزعج الجزائريين. نخليكم مع الفيديوهات ونلتقي في حصة قادمة بإذن الله. ألف تحية لكل أهل المغرب الموجودين في كل حتة في العالم، ومئة مليون ألف تريليون تحية لكل المغاربة الموجودين في. بقول للمغاربة حرام عليكم، اتقوا الله، اللي عملتوه في أمستردام ده ايه الجمال والحلاوة دي، عقبال المطبلين والحدق يفهم. يعني انت ما لقيتش غير المغاربة اللي تستفزهم في أمستردام؟ لا، وقلبك جايبك قوي ورايح تقطع العلم بتاع اخواتنا من على بلكونة واحد فيهم. شوف يا اخي سبحان الله، دونا عن كل الجاليات اللي موجود راح اختار الجاليه المغربيه، اطيب جاليه، طيبين قوي يا راجل، ده احنا العرب اخواتهم بنحاول نتجنب نخش معاهم في مشاكل، ايه انت رايح تستفزهم ليه؟ بلاش مغاربه، بلاش مغاربه، رايح تستفز المغاربه؟ عجبك اللي حصل فيك ده؟ تحط نفسك انت رايح من غير دبابه وقف 35 ازاي؟ وراح تقف راجل راجل كده راح مغربي؟ عجبك حالك لما تروح تاخد شاور الساعه 4 الفجر كده في درجه حراره سالب 4 في الترعه بتاعت امستردام القريه اللي هناك دي كده، وما تطلعش من الشاور غير لما خليك تقول فري بالاستقلال المغاربه دي معلومه حاجات، حطوا العيال في الترعه ما يطلعش منها غير لما اقول فري بالاستاين ثلاث مرات فري بالاستاين طلعك من الترعه، مش هتقول فري بالاستاين والله ما انت طالع. بقى الجمهور بتاع الرجاله كلها ماشي فري بالاستاين. شابوا لاخواننا المغاربه، عظيم اقسم بالله محارب الصحراء، تحيه ليكم. السلام عليكم. الرجاله اللي بجد اللي امبارح رفعوا كاس الرجوله، رجاله المغرب ارجى الرجاله في شمال افريقيا وقاره افريقيا ويمكن اسيا، وبصوا واوروبا، رجاله المغرب، رجاله المغرب اللي علموا الدنيا كلها الرجوله، الف شكر يا رجاله،
ألف 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 شكر يا رجالة. يعني عارفين هولندا عارفينها يعني زي الصراصير دعسوا عراسهم. عارفين هولندا عارفينها. ايش صار في هولندا يا ابو وديع؟ اهل المغرب دعسوا على 7 صراصير في مستردام. يعني وقف وقف يعني اهل المغرب يعني فيش ملاجئ يا حاج. يعني ايش يعني فيش ملاجئ؟ يعني اهل المغرب دعسوا عليهم ايه للصراصير يعني مستردام. يعني تحياتي من قلب الشجاعية لاهلنا بالمغرب الشرفاء. يعني لما بنقول المغرب يعني عارفين هولندا عارفينها. يعني زي الصراصير دعسوا عراسهم. تحيا فلسطين عربية حرة وتحيا المغرب وتحياتي لكم من قلب الشجاعية لاهلنا بالمغرب. مع محمد السباحي.